حياكم الله مشاهدينا، راح نتعرف الآن احنا وياكم على درجات الحرارة من العاصمة حبيبة بغداد وأيضا في باقي المحافظات والمدن. البداية راح تكون من الحبيبة بغداد نهارا لهذا اليوم، واللي تسجل 37 درجة مئوية والأجواء فيها غيوم متفرقة نهارا، أما درجة الحرارة الملموسة راح تكون 34 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 37%، سرعة الرياح 31 كيلومتر في الساعة والرياح شمالية غربية. ننتقل الآن مشاهدينا إلى بغداد ليلا. في العاصمة الحبيبة بغداد لهذا اليوم ليلا 28 درجة مئوية والأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة الملموسة راح تكون 27 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 33%، سرعة الرياح 19 كيلومتر في الساعة والرياح جنوبية غربية. ننتقل الآن إلى بغداد ولكن في الثلاث أيام القادمة. يوم غد في بغداد 40 نهارا والأجواء صافية، و30 نهارا ليلا عفوا والأجواء صافية كذلك. يوم الخميس 43 نهارا والأجواء حارة جدا، أما ليلا فراح تكون 31 درجة مئوية والأجواء صافية. يوم الجمعة ترتفع وتسجل 46 درجة مئوية والأجواء حارة جدا، أما ليلا فراح تكون 33 درجة مئوية والأجواء صافية. ننتقل الآن مشاهدينا الآن في جولتنا إلى المحافظات العراقية، والبداية من محافظات الشمال. في محافظات الشمال لهذا اليوم تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 و36 درجة مئوية، هناك احتمالية تساقط زخات الأمطار الرعدية في جميع المحافظات، أما في أربيل وراح تكون هناك احتمالية تساقط زخات الأمطار الخفيفة نهارا، أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 درجة مئوية و22 درجة مئوية، وكذلك هناك احتمالية تساقط زخات الأمطار الرعدية في السليمانية، أما باقي المحافظات فراح تكون فيها هناك احتمالية تساقط زخات الأمطار الخفيفة. ننتقل الآن إلى محافظات الوسط. في محافظات الوسط كذلك هذا اليوم هناك تساقط لزخات الأمطار الرعدية في تكريت، وتتراوح درجات الحرارة فيهم تقريبا ما بين 36 و37 درجة مئوية، هناك احتمالية لتساقط زخات الأمطار الرعدية في كركوك، أما بعقوبة فهناك احتمالية لتساقط زخات الأمطار الخفيفة، والرمادي راح تكون فيها الأجواء غيوم متفرقة. ليلا تتراوح درجات الحرارة ما بين 21 و28 درجة مئوية، الأجواء راح تكون من صافية إلى غالبا صافية، فقط في كركوك راح يكون هناك احتمالية لتساقط زخات الأمطار الرعدية. ننتقل الآن إلى المحافظات الجنوبية. وقفتنا الأولى في المحافظات الجنوبية والتي تتراوح فيها درجات الحرارة لهذا اليوم ما بين 36 و37 درجة مئوية، الأجواء في الديوانية مغبرة نهارا، أما باقي المحافظات فراح تكون غالبا صافية. أما ليلا فتتراوح درجات الحرارة ما بين 27 و29 والأجواء صافية. ننتقل الآن إلى وقفتنا الثانية في المحافظات الجنوبية، واللي تتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 38 و42 درجة مئوية والأجواء مغبرة في كل من الناصرية والسماوة، أما من العمارة والبصرة وراح تكون فيها غيوم متفرقة. ليلا راح تسجل درجات الحرارة ما بين 28 و30 درجة مئوية والأجواء صافية. ننتقل الآن إلى جولتنا في البلدان العربية، والبداية من عواصم دول الخليج العربي. البداية من الرياض 44 نهارا والأجواء حارة جدا، أما ليلا 31 وهناك احتمالية لتساقط زخات الأمطار الخفيفة. دبي نهارا 41 والأجواء حارة جدا، أما ليلا فراح تكون 31 والأجواء صافية. أبو ظبي نهارا 42 وليلا 31. مدينة الكويت نهارا 41 وليلا 32. ننتقل الآن إلى المنامة. المنامة نهارا 41 وليلا 32، مسقط نهارا 36 وليلا 32، أما الدوحة نهارا لهذا اليوم 41 وليلا 30 درجة مئوية، صنعاء نهارا 28 وليلا 19 درجة مئوية. أما الآن مشاهدينا نحن ننتقل وياكم إلى عواصم دول بلاد الشام، والبداية من القدس الشريف. القدس الشريف نهارا لهذا اليوم 28 درجة مئوية وليلا 20 درجة مئوية، دمشق نهارا 33 وليلا 18 درجة مئوية، العاصمة عمان لهذا اليوم 28 نهارا وليلا 18 درجة مئوية، أما في الختام بيروت فتسجل 27 درجة مئوية نهارا و21 درجة مئوية ليلا. تابعنا درجات الحرارة في العراق وأيضا في كافة البلدان العربية، راح نروح ونتابع باقي دول العالم، خليكم ويانا.